أول صور من أطراف مدينة سنجار للمعارك الضارية المتواصلة منذ يومين بين قوات البشمركة الكردية ومسلحي تنظيم الدولة. أصوات الانفجارات تكاد لا تتوقف، خاصة بعد أن اعتلى قناصة تنظيم الدولة الأبنية العالية في المدينة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من القوات الكردية المهاجمة يقدر بالعشرات. المعارك تتواصل وسط مشاعر من الغضب والحزن بسبب فقد رفاق السلاح أو إصابتهم. لكن قوات البشمركة ليست وحدها في معارك سنجار، مقاتلون أيزيديون وشبك ومن طوائف أخرى يقاتلون أيضا لاستعادة مدينتهم وإحكام سيطرتهم على مناطقهم التي هجروا منها. وحاليا أكثر من 90% بيد البشمركة، والحمد لله قوات البشمركة مع اليبكة مع المتطوعين الكرد اليزيدية تمكنوا من دحر داعش في قضاء سنجار، ولديهم فلول بسيطة مجرد قناصين في أماكن عالية، إن شاء الله خلال ساعات نقضي عليهم. قوافل مساعدات محملة بالغذاء والماء والدواء وصلت أخيرا من مدينة أربيل إلى المناطق المحررة بعد أشهر من حصار تنظيم الدولة الإسلامية لها. فرح المهجرين كان باديا للعيان. البارحة قامت القوات البشمركة وبمساعدة قوات التحالف الدولية الجوية بفتح طريق بين أقليم كردستان وجبل سنجار، ووصلت بعض المساعدات الغذائية والطبية من يوم أمس ولحد اليوم. لكن القتال في سنجار وحولها قد لا ينتهي قريبا رغم كل التصريحات المتفائلة، خاصة وأن مسلحي تنظيم الدولة برعوا في أساليب الكر والفر وقتال المدن وفقا لمراقبين للمعارك الدائرة حاليا. كثير يخشى أن تتحول المدينة إلى عين العرب كوباني الثانية رغم كثافة القصف الجوي الأمريكي على تجمعات التنظيم في المدينتين. القلق في سنجار يوازيه قلق في جبهات الحرب الساخنة الأخرى في محافظات صلاح الدين والأنبار بعد المكاسب التي حققها تنظيم الدولة فيهما، خاصة سيطرته مجددا على مدينة بيجي وهجماته الكبيرة على مدن الأنبار وبلداتها والقواعد العسكرية فيها. قوات الأمن العراقية تستعد للهجوم على مدينة بيجي التي فقدتها الأحد بعد معارك كبيرة، كما تخوض معارك كبيرة أيضا حول مدينة الفلوجة التي يسيطر عليها مسلحو تنظيم الدولة منذ فترة طويلة.